أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي. إحنا خدنا في الحلقة السابقة قواعد الاشتقاق، والنهاردة هنكمل عليها بعض التمرينات وهناخد تطبيقات على المشتقة. تعال بقى كده نشوف. خلي بالك إن العملية كلها بسيطة، عمليات حسابية مش أكتر ولا أقل، وقواعد إحنا بنتبعها في الحل. ففي بعض التمارين إحنا ما أشرناش إليها وهنشير ليها في الحلقة دي، اللي هي عبارة عن إزاي تقدر تجيب لو دالة جذرية عندك. ممكن تجيبها بالقاعدة مباشرة وممكن تنفذ عليها القانون. تعال نشوف الكلام ده على الورق. بيقول لي إيه؟ بيقول لي تمرين: إذا كانت ص بيساوي الجذر التربيع لعين، وع بيساوي س تربيع ناقص 3، أوجد د ص على د س. هنا لما تيجي تشوف، هنا عين تحت الجذر، ولما تيجي تشوف مديني عين دالة في السين، يبقى ص دالة في العين وعين دالة في السين، دالة الدالة. تعالى قال لك ممكن نعملها بطريقة بسيطة جدا، نعوض ونخليها دالة واحدة. ص بيساوي الجذر التربيعي، أشيل العين وأحط الدالة بتاعتها، دالة عين، أصبحت ص دالة في السين. دي دالة، خلي بالك، جذرية. ممكن إن أنا هعملها بطريقة مباشرة وجميلة جدا. إيه هي؟ أقول له إن المشتقة الأولى بتاع الدالة الجذرية د ص على د س بيساوي، أكتب الجذر زي ما هو تحت في المقام، س تربيع ناقص 3 وأحطه قدامه 2، قاعدة الاتنين دي ثابتة. طيب مشتقة ما تحت الجذر، 2 في 1 ب 2 س، ومشتقة التلاتة صفر، الاتنين راحت مع الاتنين، يطلع عندي الناتج س على الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 3. ادي، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى ص بيساوي جذر عين، ورحت شايل العين، هي داله في العين، والعين دي داله في السين، رحت شايل العين وحطيت الداله اللي في السين مكانها، وبقت ص داله في السين، خليتها داله واحده بسطتها. في حاجة تانية اللي هي لما تعمل د ص على د ع في مشتقة د ع على د س، وهتبقى طويلة عليك القاعدة، لما تنفذها تطلع الايه؟ الناتج مباشرة كده. تعال نشوف كمان تمرين، والتمرين التاني بيقول ايه؟ طبعا يبقى انا لما تجي لي دالة جذرية، يبقى انا ابقى حافظ في دماغي، بكتب الكسر بتاعي، وبعد ما بكتب الكسر بتاعي بقوم عامل حاجة بسيطة قوي فيها. ايه هي بقى؟ اجيب الجذر اكتبه تحت في المقام واحطه قدامه 2، واكتب الدالة زي ما هي، مشتقة ما تحت الجذر اكتبه في البسط فوق. تعال نشوف تمرين اخر ونشوف هنعمله ازاي. بيقول لي ايه؟ اذا كانت ص بيساوي 5 على س تربيع ناقص س الكل أس 6. طيب أوجد د ص على د س. 5 على س تربيع ناقص س، خلي بالك كل أس 6. طيب أنا ممكن أخلي الدالة دي شكلها أعدلها شوية، ص بيساوي 5، أطلع القوس فوق وأغير إشارة الأس، يبقى س تربيع ناقص س كل أس سالب 6. أصبح هنا في قوس أس عدد، يبقى كده هنا ص دالة في السين، وخلاص مشكلة الكسر انتهت عندي، أنا نهيتها. يبقى دال ص على دال س نعمل إيه؟ تعال، سالب 6 أضربها في المعامل، أشتق القوس الأول، سالب 6 في المعامل، يبقى سالب 6 في 5 بسالب 30، وأكتب س تربيع ناقص س، اطرح من دي واحد هتبقى سالب 7. في مشتقة اللي بجوه القوس 2 س ناقص 1، يبقى لما يديني قوس أس عدد
بقوم مشتق القوس سالب 6 في 5 بسالب 30 س تربيع ناقص س، واطرح من القوس 1 يبقى سالب 6 ناقص 1 يدينا سالب 7 في مشتقة اللي بداخل القوس اللي جوه القوس. تعالى بقى كده، مشتقة اللي جوه القوس 2 س، ومشتقة سالب س بسالب ايه 1. حبيت ان انت تعملها اضرب تبسط مثلا شكلها شوية، اضرب ده هنا يبقى سالب 30 في 2 يبقى سالب 60 س، سالب 30 في سالب 1 بموجب 30. طيب ودي مش دي أس سالب، اكتبها تحت واخليها أس موجب، اكتبها في المقام وخلصت المسألة على كده. يبقى انا عملت ايه في المسألة زي كده؟ لقيت قوس أس عدد تحت في المقام، طلعته فوق وغيرت إشارة الأس. بعد كده عملت إيه؟ عملت قلت المشتقة، اشتقيت القوس سالب 6 في 5 بسالب 30 س تربيع ناقص س كل أس سالب 7، طرحت من سالب 6 1 في مشتقة ما بداخل القوس، س تربيع مشتقتها 2 س، سالب س مشتقتها سالب 1. لما جيت أكتب ضربت ده هنا لقيت الأس ده سالب، يبقى أكتبه تحت وأخليه أس إيه؟ 7، خليه أس موجب. تعال نشوف كمان تمرين. التمرين ده يبقى إحنا خلي بالك لما خدنا حاجتين، لما يديني قوس أس عدد يبقى مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس، دي دايما خدها في الاعتبار عندك بالنسبة لك. يبقى أنا لما تلاقي قوس أس عدد يبقى مشتقة قوس في مشتقة ما بداخل القوس. لو تلاقيت دالة جذرية فيها جذر يبقى على طول أكتب الجذر في المقام وأحطه قدامه العدد 2، وفوق أكتب مشتقة ما تحت الجذر. تعال بقى تشوف السؤال الجميل اللي جاي ده بيقول لك إيه؟ تمرين كويس. بيقول لك إذا كانت ص بيساوي عين تربيع زائد عين، وعين بيساوي 2 س تربيع، فاثبت ان د ص على د س بيساوي ناقص د عين على د س بيساوي 16 س تكعيب. طيب د ص على د س لو بصيت لي دي، الله الص داله في العين والعين داله في السين، يبقى د ص على د س اقول د ص اهي الطرف الأيمن، دال ص على دال عين، والعين دالة في السين، دال عين على دال سين، أدي دال ص الطرف الأيمن، ناقص دال عين على دال سين. تعال نشوف إيه الكلام ده، ناخد دال عين على دال سين مشترك. اهو موجود هنا وموجود هنا. طيب لما اخد د العين على د س مشترك يبقى عندي ايه؟ د ص على د العين ناقص، انا خدت د العين على د س ناقص 1. تعال نشوف الكلام ده بيساوي، نعوض د العين على د س، يلا د العين على د س 2 في 2 ب 4 س. تعال نشوف التاني، د ص على د العين، د ص على د العين اهو نبص، يلا اشتق 2 في 1 ب 2 عين زائد مشتقة العين اللي هي 1. طيب نعوض على العين بكام؟ ب 2 س تربيع. وبس قبل ما اعوض اضرب عشان اخلص نفسي، يبقى 4 س في 2 عين يبقى 8 س عين، زائد 4 س في 1 ب 4 س. عوض عن العين بكام؟ ب 2 س تربيع. لما نعوض عنها ب 2 س تربيع يبقى 8 س، 8 س عين، خلي بالك العين بكام؟ ب 2 س تربيع، يبقى 8 س في 2 س تربيع زائد 4 س. طيب نيجي نشوف تاني، نشوف ازاي
تعالى كده، 8 في 2 بكام؟ ب 16 سنت كعيب. طيب في حتة صغيرة احنا بس كده، هنا لما جينا نعوض باتنين عين ناقص الواحد يبقى ناقص الأربعة سين، خلاص يبقى سالب الأربعة سين. لما تيجي تبص وتضرب، تعالى اضرب فيها على طول، يبقى عندك اللي موجود عندك د ص، يبقى 8 س ع بيساوي على طول، لان دي زائد واحد في زائد واحد هنا راحت مع بعض، يبقى هنا على طول 8 س ع يبقى سالب 4 س وموجب 4 س انتهت، يبقى 8 س ع بتدينا دي سالب 4 س انتهت مع بعض يدينا 16 س تكعيب اللي هو الطرف الأيسر. تعالى برضو لو احنا حبينا نعملها بطريقة تانية، خلي بالك لما نيجي نعملها بالطريقة التانية هنعملها ازاي. بيقول لي المسألة، معلش هكتبها تاني، ص بيساوي عين تربيع زائد عين، والعين بيساوي 2 س تربيع. هناخد الطرف الأيمن اللي هو د ص على د س ناقص د ع على د س. د ص على د س، طيب نيجي نعملها، د ص على د س يبقى د ص على د ع في د ع على د س ناقص د ع على د س. عوض تعويض مباشر، د ص على د ع يبقى هنا هنشوف يبقى 2 ع زائد 1، د ع على د س 2 في 2 ب 4 س ناقص د ع على د س ب 4 س. تعال نشوف كده، اضرب ده 2 في 4 ب 8 ع س زائد 4 س ناقص 4 س. عملت ايه تاني؟ الطرف الايمن جبت د ص على د س، د ص على د س، د ص على د ع في د ع على د س ناقص د ع على د س. عوضت مباشره عشان اريح دماغي قوي، د ص على د ع تعال نشوف 2 في 1 ب 2 ع زائد مشتقه العين اللي هي 1، د ع على د س تعال 2 في 2 ب 4 س ناقص د العين على د س اللي هي ب 4 س. 4 س في 2 ع ب 8 ع س زائد 4 س في 1 ب 4 س ناقص 4 س، دي اتشطبت مع دي يدينا 8 ع س. طب العين بكام؟ ب 2 س تربيع، يبقى بيساوي 8 في س في 2 س تربيع في س يدينا 16 س أس كام؟ 3. 8 في 2 ب 16 س تربيع في س ب س أس 3 اللي هو بيساوي الطرف الايه؟ الأيسر. آدي كده المسألة اللي فيها فكرة شوية. تعالى بقى نشوف بعد كده، يبقى احنا خدنا دالة الدالة ازاي بتقدر تتعامل معاها. لو اداني دالتين يبقى أنا ممكن أقول إيه؟ الأولى أشتقها بالنسبة للمتغير عين، في العين ممكن أشتقه بالنسبة للمتغير سين وأضربهم في بعض يديني الدالة، زي ما إحنا عملنا في المسألة دي في الجزء الأولاني منها، دال صاد على دال سين، الله هنا الصاد وهنا السين، طب العين هي اللي دالة في السين والصاد دالة في العين، يبقى جاب لي إيه على طول؟ دالة الدالة، يبقى هنا دال صاد على دال سين، رحت عامل دال صاد على دال عين في دال عين على دال سين. دالة الدالة ناقص دال عين على دال س، وعوضت بكل واحدة وطلعت الناتج طلع بيساوي الطرف الأيسر. تعالى هناخد طبعا بكده احنا غطينا جميع التمرينات اللي موجودة عندنا بالنسبة للايه؟ للمشتقة للاشتقاق، قواعد الاشتقاق. هناخد دلوقتي ازاي نقدر نطبق قواعد الاشتقاق دي، هناخد بعض التطبيقات. تطبيقات على قواعد على المشتقة، تعال نشوف كده الكلام ده ونشوف.
أول حاجة لما تيجي تعرفها اللي هو الميل. الميل خلي بالك لما تيجي تعرفه هو الخط المستقيم اللي هو ظل الزاوية التي يصنعها الخط المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور سينات، اللي هو الخط المحور سينات اللي على ايدي يمين. ماشي، تعال نشوف الكلام ده في الرسم اللي احنا هنعمله. هنا مرسوم بالنسبة للاشتقاق، تعال شوف على الورقة، ادي الخط المستقيم. الخط المستقيم صنع زاويتين مع الاتجاه الموجب لمحور، الجزء اللي هو على ايدي يمين ده اسمه الاتجاه الموجب لمحور السينات. يبقى الميل في الحالة دي يساوي ظل الزاوية ظاه. يبقى لما يديني زاوية يبقى الميل بيساوي ظل الزاوية. طب لو الزاوية دي منفرجة، خلي بالك هنا الزاوية دي حد قدر ممكن يصنع زاوية منفرجة. لو صنع زاوية منفرجة تعرف ان الميل سالب، قيمته سالبة. اتفقنا؟ طيب تعالى للشكل التاني. المستقيم اهو، المستقيم يوازي محور ايه؟ السينات. طالما المستقيم يوازي محور السينات في الحالة دي الميل بيساوي صفر. تعالى برضو حاجة كمان، شكل تالت اهو، ادي مستقيم يوازي محور ايه؟ الصادات. طالما المستقيم يوازي محور الصادات يبقى في الحالة دي الميل غير معرف، يعني نعمله اي عدد على الصفر. يبقى كده خلاص. يبقى هنا لما تيجي تشتغل تشتغل ازاي؟ بالآتي. أول حاجة لو المستقيم يصنع زاوية ما، أي زاوية، زاوية ه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، تبقى على طول وأنت مغمض يبقى بيساوي ظل الزاوية. لو المستقيم كان يوازي محور السينات يبقى الميل قيمته صفر. لو المستقيم يوازي محور الصادات غير معرف. طب غير معرف لما تيجي تعوضها نعوض واحد على الصفر، علشان إيه؟ يبقى بيديني كمية غير معرفة. اتفقنا؟ تعالى برضو هنتابع حاجة كمان، تبع التطبيقات اللي هي ايه؟ اللي هي لو عاوز انا الميل، لو اداني معادلة المستقيم، لو اداني معادلة المستقيم يبقى هو سالب معامل س على معامل ص. معادلة المستقيم ألف س زائد ب ص زائد ج بيساوي صفر. يبقى الميل سالب معامل س، معامل س اهي ألف، أغير إشارتها يبقى سالب ألف على ب. طيب ايه تاني؟ طب لو لم واحد يوازي لم اتنين يبقى ميل المستقيم الاولاني بيساوي ميل المستقيم التاني. كده في اي مشكلة؟ تعالى برضو كده كمان، اذا كان المستقيم لم واحد عمودي على لم اتنين، فان ميل المستقيم الاولاني في ميل المستقيم التاني بيساوي سالب ايه؟ واحد. تعالى نشوف كمان، قال لك ميل المماس للمنحنى، خلي بالك بيديني معادلة منحنى، يقول لي عند النقطة وعاوز ميل المماس بتاعها، بعمل ايه عند النقطة س واحد وصاد واحد؟ بجيب المشتقة الأولى للمنحنى وبعوض بالإحداث السيني، يبقى هو ده الميل. خلاص؟ كده بقى اللي أنت بتشتغل على أساسه، وده اللي بيقابلنا في المسائل. تعالى كده نشوف الكلام ده. لو جينا برضو قال لي معادلة المستقيم اللي بيمر بالنقطة س واحد وصاد واحد وميله ميم، هي ايه؟ ص ناقص ص واحد يساوي الميل في س ناقص س واحد، هي نفسها هي معادلة الايه؟ المماس. طيب معادلة العمود، اقول له ص ناقص ص واحد بيساوي سالب واحد على الميل، يبقى لو انا عندي الميل 2 على 3 يبقى الميل العمودي سالب 3 على 2. الميل هنا ميم على واحد يبقى سالب واحد على ميم في س ناقص س ايه؟ واحد. تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا هنطبقه ازاي في التمرينات. يبقى احنا خدنا الميل، لو الميل بيصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات ه، يبقى الميل بيساوي ظل الزاوية ظاهي. لو الميل يوازي محور السينات يبقى الميل بيساوي صفر. لو الميل يوازي محور الصادات يبقى الميل غير معرف. طب لو انت عندك حاجة تانية تخلي بالك منها، ايه هي؟ لو مديك معادلة المستقيم وانا عاوز الميل يبقى سالب معامل س على معامل ص. طيب في اي حاجة تانية؟ معادلة المستقيم او معادلة المماس، ص ناقص ص واحد بيساوي الميل في س ناقص س واحد. طيب حاجة تانية، معادلة العمود، ص ناقص ص واحد بيساوي سالب واحد على الميل، يعني الميل لو عندي 5 على 6 يبقى سالب 6 على 5 الميل العمودي.
يبقى سالب واحد على الميل في س ناقص س واحد. طيب لو المستقيم لام واحد يوازي المستقيم لام اتنين، فإن الميل الأولاني بيساوي ميل المستقيم التاني. طب لو المستقيم لام واحد عمودي على المستقيم لام اتنين، فإن ميل المستقيم الأول في ميل المستقيم التاني بيساوي سالب واحد. تعال نشوف الكلام ده ونشوفه في التمرينات هنعمله ازاي. بيقول لي ايه؟ اوجد معادلة المماس والعمود للمنحنى صاب بيساوي الجذر التربيعي دي س تربيع زائد 3 عند النقطة 1 و2. كده النقطة كاملة. يبقى أنا هعمل إيه؟ هجيب الميل. ما هو معادلة المماس محتاجة الميل. هجيب الميل يعني هجيب المشتقة الأولى لده وعوض في القانون بتاع معادلة المماس واجيب معادلة العمود. تعال نشوف الكلام ده ونشوف بنعمله ازاي. أول حاجة بجيب المشتقة الأولى د شرطة س، بعملها بالصورة دي عشان لما أجي أعوض بقيمة س بواحد. هنا دالة جذرية، الله، يبقى أنا هتبع القاعدة بتاعتي، أحط الدالة الجذرية زي ما هي وأحط العدد اتنين تحت. مشتقة ما تحت الجذر اتنين س، الاتنين راحت مع الاتنين، أصبحت د شرطة س بيساوي س على جذر التربيعي لس تربيع زائد 3. طيب عوض بالإحداث السيني د شرطة واحد. د شرطة واحد يدينا واحد على الجذر التربيعي واحد في واحد بواحد زائد 3، واحد زائد 3 أربعة، جذر الأربعة اللي هو اتنين، يبقى هو ده الميل، يبقى جبت الميل اللي هو مين. عندي النقطة كاملة وعندي الميل. أبدأ بقى أطبق، أقول معادلة المماس بيساوي ص ناقص ص واحد اتنين على س ناقص س واحد بيساوي الميل اللي هو نص. تاني ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي النص، دي معادلة المماس اللي هي ايه؟ ص ناقص ص واحد بيساوي الميل في س ناقص س واحد، هي هي. تعال نشوف، اضرب الطرفين يبقى س ناقص واحد بيساوي اتنين في ص باتنين ص ناقص اربعة، خليها صفرية، يبقى س ناقص اتنين ص السالب اربعة لما تيجي هنا هتبقى موجب اربعة وسالب تلات سالب واحد يدينا موجب 3 بيساوي صفر. هي دي معادلة المماس المطلوبة. طيب هل أنا خلصت؟ لا لسه. معادلة العمود، معادلة العمود هنيجي نعملها. معادلة العمود نعمل إيه؟ نقول له ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد، الميل هو اللي بيختلف، يبقى سالب 2 على 1، مش الميل كان واحد على الاتنين، اضرب الطرفين يبقى سالب اتنين س زائد اتنين بيساوي واحد في ص بص، واحد في سالب اتنين بسالب اتنين، خليها معادلة صفرية، يبقى اتنين س زائد ص، نقلت عشان دي اللي تبقى موجب، ناقص اربعة بيساوي صفر. السين تملي بحب اننا نكتبها في الاول، فبحب انها تكون موجبة، فنقلت الطرف اللي فيه سين لانه ايه المعامل بتاعه سالب. يبقى هنا 2 س وزائد ص وسالب 4 بيساوي صفر، وهي دي معادلة العمود المطلوبة، ودي معادلة الايه؟ العمود. خلاص؟ يبقى أنا أول حاجة عملتها في المسائل اللي هي دي عملت إيه؟ لو أنا بقى كده أول حاجة عملتها جبت المشتقة الأولى وعوضت بالإحداث السيني جبت الميل، وبعد ما جبت الميل جبت معادلة المماس وطبقت ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل، اللي هي دي نفس القاعدة اللي احنا عملناها، ص ناقص ص واحد بيساوي م في س ناقص س واحد، بس أنا أتمت قلت ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل على طول، وخلصت نفس الطرفين والوسطين واشتغلت. بعد كده خلي بالك الميل بنص، يبقى الميل العمودي سالب 2 على 1، وانا بجيب معادلة العمود رحت عامل ايه؟ ص ناقص 2 على س ناقص 1
هيها بالظبط نفس الطرف اللي موجود هناك، يساوي الميل العمودي اللي هي سالب 2 على كام؟ على 1. ضربت الطرفين سالب 2 في س في سالب 2 س، سالب 2 في سالب 1 بموجب 2 بيساوي 1 في ص بص، و1 في سالب 2 بسالب 2، وخليتها معادلة صفرية، يبقى 2 س زائد ص ناقص 4 بيساوي صفر، ودي معادلة العمود اللي ايه؟ المطلوبة. يبقى كده نيجي نشوف سؤال كمان. هنا سؤال حاجة أحب أنبهك وليا تعليق عليها شوية. إيه هي؟ إزاي توجد النقط الواقعة على المنحنى؟ عشان أوجد النقط الواقعة على المنحنى باجي بشتغلها وبشتغلها كويس. إيه هي؟ أكتب معادلة المنحنى اللي هو مديهالي، بجيب المشتقة الأولى وأسويها بالميل، وحلل واطلع قيم س، وعوض في المعادله الاولى اللي انا كتبتها تاني المعادله اللي هو بيديها لي في المساله بكتبها. بعد ما بكتبها بعمل ايه تاني؟ بجيب المشتقه الاولى، المشتقه الاولى بسويها بالميل، الميل بقى ممكن يديهولي قيمه، ممكن يديهولي بشكل غير مباشر زي ما احنا ايه علقنا عليه، ان لو يوازي محور السينات يبقى الميل بيساوي صفر قيمته، لو بيوازي محور الساسات يبقى غير معرف، طب لو الميل يصنع زاوية اهي اقول له بيساوي ظا اهي، ونبدأ نشتغل نحلل ونطلع قيم س. تاني نكتب المعادلة اللي مديها لي، نجيب المشتقة الأولى نسويها بالميل نخليها صفرية، ونحلل ونطلع قيم س، نطلع قيم س، قيم س اللي هتطلع نعوضها في واحد اللي هو مديها لي. تعال نشوف التمرين ده ونشوف هنعمله ازاي. اوجد النقاط على المنحنى ص بيساوي س تكعيب ناقص 6 س تربيع زائد 5 التي يكون المماس عندها موازين المحور السيني. طالما المماس يوازي محور السيني يبقى ايه؟ الميل بصفر. تعال نشوف اول حاجه ص نكتبها س تكعيب ناقص 6 س تربيع زائد 5، ونسمي دي رقم ايه؟ 1. نجيب المشتقة الأولى ص شرطة أهو، ص شرطة 3 س تربيع ناقص 2 في 6 ب 12 س، بما أن المماس يوازي محور السينات يبقى الميل، إذا الميل بيساوي صفر، يبقى ص شرطة بتساوي صفر، يبقى على طول 3 س تربيع ناقص 12 س بيساوي صفر. خد 3 س مشترك حلل بقى، يبقى هنا س ناقص 12 على 3 فيها ال 4، س على س خلاص فيها الواحد، يبقى هنا بيساوي صفر، ومنها س بتساوي صفر و س بتساوي كام؟ 4. 3 س بتساوي صفر ومنها س بتساوي صفر اهي، س ناقص 4 بتساوي صفر ومنها س بتساوي كام؟ 4. اقول بالتعويض فين؟ في واحد اهي، د صفر هيطلع عندي صفر ناقص صفر زائد 5 يطلع 5، يبقى النقطة الأولانية كام؟ صفر وخمسة. نيجي للتانية، نيجي نعوض بالتانية اهي عشان تبان، د 4، د 4 لما تيجي تبص 4 اس 3 ب 64، 4 اس 60 ب 16 في 6 يبقى 96 زائد 5 يدينا الناتج 64، يبقى سالب 32، سالب 32 وموجب 5 يبقى سالب 27، يبقى النقطة الثانية 4 وسالب 27، يبقى النقط هي كام وكام؟ 0 و5 و4 وسالب 27. ادي كده اللي احنا ايه؟ خدناه. تعال نشوف كده اوجد النقط الواقعة. عملت ايه؟ كتبت المعادلة اللي هو مديها لي وسميتها 1، جبت المشتقة الأولى. طيب هو بيديني الميل بشكل غير مباشر، قال لي موازين المحور السيني، طالما موازين المحور السيني يبقى الميل بيساوي صفر،
يبقى المشتقة الأولى بتساوي صفر. حللت وطلعت كام سين؟ سين بصفر وسين بأربعة. قلت بالتعويض في واحد، أعوض عن سين مرة بصفر تطلعت بخمسة يبقى صفر وخمسة، وعوضت عن سين مرة بأربعة يطلع بسالب 27، يبقى النقطة 4 وسالب 27 وصفر وخمسة، يبقى دي هي النقط الواقعة. دي كده من المسائل اللي بتيجي في الامتحانات باستمرار. تعال نشوف كمان حاجة. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد معادلة المماس للمنحنى. لما تيجي توجد معادلة المماس للمنحنى، طبعا اول حاجة زي ما احنا متفقين ان النقطة تكون كاملة. النقطة تكون ايه؟ كاملة. يعني ايه؟ سين وصاد زوج مرتب. ده هو مديني الاحداث السيني بس ونسي الاحداث الصادي. هنجيب الاحداث الصادي اول خطوة، يبقى ده الواحد يساوي واحد اس اتنين زائد واحد، كل اس تلاتة يديني اتنين اس تلاتة بيساوي تمانية. يبقى اصبحت النقطة واحد وتمانية مالها؟ تنتمي للمنحنى صاد يتقع عليها. يبقى النقطة اللي واقع عليه اللي هي النقطة دي، دي أول حاجة. طيب يبقى هنا النقطة واحد وتمانية، النقطة كملت. يبقى هنشتغل الشغل بتاعنا، نجيب المشتقة الأولى ونعوض بالإحداث السيني، الناتج هيطلع هو الميل. المشتقة الأولى، تعال نشوف الكلام ده. المشتقة الأولى د شرطة س بيساوي دي دالة قوس أس عدد، أشتق القوس يبقى هنا تلاتة في س تربيع زائد واحد أس كام؟ اتنين، في مشتقة اللي جوه القوس اتنين س. طيب تلاتة في اتنين س بيدينا كام؟ ستة س في س تربيع زائد واحد أس اتنين، د شرطة س. عوض بالإحداث السيني، ده الشرطة واحد. يبقى هنا ستة في واحد بتدينا ستة، وهنا واحد في واحد بواحد زائد واحد يدينا اتنين أس اتنين بأربعة. ستة في أربعة بأربعة وإيه؟ وعشرين. هو ده الميل. يبقى معادلة المماس زي ما انت عاوز، اقول صاد على صاد واحد، صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد بيساوي الميل، او اقول صاد ناقص صاد واحد بيساوي ميم في سين ناقص سين واحد. صاد ناقص صاد واحد ناقص تمانية بيساوي الميل اللي هو 24 في سين ناقص سين واحد اللي هي واحد. يبقى هنا على طول صاد ناقص تمانية، خلي بالك، بيساوي 24 س ناقص 24. يبقى هنا على طول المعادلة بيساوي، تعال نشوف كده، خليها 24 س ناقص ص ناقص 16 بيساوي صفر، لأن مودية سالب 8 الناحية التانية بقت موجب 8، سالب 24 يدينا سالب ايه؟ 16. ودي معادلة المماس المطلوبة مني. يبقى أول حاجة أنا عملتها إيه؟ أوجد معادلة المماس للمنحنى ده، يعني على طول الله جايب لي الإحداث السيني بس، لا النقطة تكون كاملة، هجيب الإحداث الصادي كمان، يبقى د واحد عوضت بالإحداث السيني طلعت 8، يبقى النقطة أصبحت 1 و8 تنتمي للإيه؟ للمنحنى. جبت المشتقة الأولى، اشتقيت القوس، في مشتقة ما بداخل القوس طلع الرقم ده، عوضت بالإحداث السيني طلع 24، يبقى هو ده الميل. قلت معادلة المماس، طبقت القانون، ص ناقص ص واحد بيساوي ميم في س ناقص س واحد، ممكن أكتبها ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل، هي هي. يبقى ص ناقص 8 أهو ص واحد، دي س واحد ودي ص واحد. ص ناقص 8 بيساوي 24 س ناقص واحد، ورحت طارب وبسطت المقدار ويطلع هي دي معادلة الايه؟ المماس المطلوبة مني. هو ده كده لما بتيجي تشتغل وبتيجي تعمل. طبعا الموضوع سهل وبسيط ومش عاوز اي مشاكل فيه.
خلي بالك من حاجة، خدنا كده تطبيق، والتطبيق اللي هو معادلة المماس ومعادلة العمود، ودول لابد إن بيجي لك سؤال فيها في الامتحان، لابد من الوضع، لازم تعرف كده إن أنت كل حاجة إحنا بنقولها لك هنا بيبقى في مطابق ليها سؤال في الامتحان مع تغيير الدالة أو غيره. في بقى تطبيق تاني هناخده، تطبيق فيزيائي، اللي هو إيه؟ بيقول لك لو أنا غيرت، عملت إزاحة، معدل تغير الإزاحة ده بيديني السرعة. طب لو غيرت السرعة، معدل تغير السرعة يديني حاجة كمان، العجلة. تعال نشوف الكلام ده ونشوف التطبيق الفيزيائي إزاي. لو عندي إزاحة اللي هي فيه دالة في النون، طبعا لما أنت بتعمل إزاحة بتستغرق الزمن، يبقى دالة في نون، فإن السرعة بيساوي اشتقاق المسافة بالنسبة للزمن اللي هي الإزاحة اللي موجودة عندي. طب لو اشتقيت العين بيديني إيه؟ العجلة. طيب هنا نشوف كده تطبيق خفيف على الكلام ده ونشوف إحنا هنعمله إزاي. بسم الله. بيقول لك إيه؟ أوجد السرعة والعجلة للعلاقة فيه بيساوي نون تكعيب زائد 3 نون تربيع زائد 2 نون زائد 5 سنتي. إزاحة مديها لي اللي هي فيه دي الإزاحة، مقدار الإزاحة نون تكعيب زائد 3 نون تربيع زائد 2 نون زائد. طب هو عاوز إيه؟ السرعة. أقول له السرعة بيساوي د ف على د نون، بيساوي 3 نون تربيع زائد، أهو 3 في 1 ب 3 نون، أس 2، 2 في 3 ب 6 نون زائد دي، احط المعامل 2 مشتقة الخمسة 0. تعالى بقى، الله، عند نون بيساوي 1، يبقى السرعة في الحالة دي ايه؟ يبقى على طول 1 ثانية، يبقى السرعة في الحالة دي يساوي 3 زائد 6 زائد 2 يدينا 11. الوحدة ايه؟ سنتيمتر لكل ثانية. طيب لو انا عاوز العجلة، اقول له العجلة بيساوي 2 في 3 ب 6 نون، اهو د العين معلش على د النون اهي، اشتقاها 2 في 3 ب 6 نون زائد 6، عند نون بيساوي 1 ثانية، يبقى هنا العجلة بيساوي 6 زائد 6 يدينا 12 سنتيمتر على الثانية تربيع على مربع الزمن. اتفقنا؟ يبقى أنا لما اداني الإزاحة اشتقتها ادتني السرعة، والسرعة اشتقها يديني العجلة. دي كده لو أنت حبيت تبص وتشوف أنت بتشتغل إزاي. يبقى أنا التطبيق الفيزيقي هو معدل تغير الإزاحة بالنسبة للزمن بيديني السرعة، ومعدل تغير السرعة بالنسبة للزمن بيديني العجلة. خلي بالك من ده كويس جدا، إن هي هذا التطبيق مهم أوي 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 أوي. هناخد نفس التطبيق، ناخد كمان تمرين ونشوف إحنا هنعمل فيه إيه. تمرين هنا، تمرين كويس جدا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في ده، يتحرك جسيم في خط مستقيم، يتحرك جسيم في خط مستقيم فيقطع مسافة فيه سنتي في نون ثانية، بحيث ان فيه بيساوي نون اس 4 ناقص 2 نون اس 3 زائد نون تربيع ناقص كام؟ 5. اوجد الزمن الذي بعده يسكن الجسيم سكونا لحظيا. لما يقول الزمن اللي بص انا هتناقش معاك في الحته دي، الزمن اللي يسكن الجسيم بعديه، يبقى السرعه هنا انعدمت، السرعه هنا اتعدمت على طول. يبقى الزمن الذي يسكن بعده الجسيم، يبقى على طول ألف أقول له الزمن الذي بعده يسكن الجسيم
سكونا لحظيا يبقى عين بتساوي صفر، يبقى المشتقة الأولى اللي دي بتساويها بالصفر، يبقى أربعة، يبقى عين اللي هو دال ف على دال نون اللي هي عين بتساوي صفر. يعني ايه؟ أربعة في واحد بأربعة نون تكعيب، تلاتة في اتنين بستة نون تربيع، زائد اتنين نون ومشتقة دي صفر بيساوي صفر. تعالى بقى كده نشوف، ناخد اتنين نون مشترك عشان نقدر نحلل. أربعة على الاتنين فيها الاتنين، نون أس تلاتة على نون يبقى نون أس اتنين، ناقص ستة على الاتنين فيها التلاتة، نون أس اتنين على نون فيها النون، زائد اتنين نون على اتنين نون فيها الواحد بيساوي صفر. هنا اتنين نون أخد قوسين وبيساوي صفر. تعال نشوف الكلام ده ونشوف بنعمله ازاي. اتنين نون في نون، واحد في واحد، اللي شرطين زي بعض طبعا، واحد في نون بواحد نون، واتنين نون في واحد باتنين نون، مجموعهم تلاتة نون، بيديني الحد الأوسط. من هنا هنجيب كلمة نون، نون بيساوي صفر، نون بيساوي صفر ودي مرفوضة. هنا نون بيساوي نص ثانية، وهنا نون بيساوي واحد ثانية، يبقى نون بيساوي نص ثانية دي قابلها، ونون بيساوي واحد ثانية دي قابلها، وخلصت الاتنين على كده. أما نون بيساوي صفر دي إيه؟ مرفوضة. طيب هو طالب مني إيه تاني؟ طالب مني العجلة الرقم ب. طيب العجلة اللي هي هنعمل إيه؟ هنشتق العين. هنشتق العين دي. تعال نشوف الكلام ده ونشوف هنعمل إيه فيه. لما اجي اشتق الجيم اقول له دال عين على دال نون بيساوي 12 نون تربيع ناقص 12 نون زائد 2. ليه؟ لان العين عندي، العين انا لما اشتقتها العين بيساوي 4 نون تكعيب ناقص 6 نون تربيع زائد 2 نون، يبقى هنا دال عين على دال نون. تعال نشوف الكلام ده، ده العين على ده النون، 3 في 4 ب 12 نون تربيع، وهنا 2 في 6 ب 12 نون، وهنا ال 2 نون مشتقتها اللي هي 2. خلاص؟ تعال بقى عند نون بيساوي نص، يبقى جيم بيساوي ايه؟ 12، وهنا نص في نص بكام؟ بربع، ناقص 12 في نص زائد 2، دي كلها بيساوي قد ايه؟ تعال نشوف. هنا يبقى فيها 3، وهنا 6، وهنا زائد 2، يدينا سالب 1 سنتيمتر على الايه؟ على الثانيه. خلاص؟ الثانيه ايه؟ مربع الزمن على الثانيه تربيع. طيب عند نون بيساوي 1، عوض، يبقى جيم في الحالة دي ايه؟ 12 في 1 أس 2 ناقص 12 في 1 زائد 2، هيطلع الناتج ايه؟ 2 سنتيمتر على الثانية على مربع الزمن. ادي كده العجلة المطلوبة مني، عجلة حركة الجسيم حين يسكن سكونا لحظيا. حين يسكن سكونا لحظيا يعني ايه؟ الزمن بقى احنا جبناه من السرعة حين تسكن سكونا لحظيا، وعوضنا بيها في العجلة وطلعت لي القيم عن نون بنص ونون بواحد ثانية. يبقى كده هنا نون بنص ثانية ونون بواحد ثانية، عوضت في العجلة طلع لي الناتج المطلوب. نشوف كمان معدل حاجة كمان اسمها معدل التغير. طيب لو أنا تحركت نقطة، النقطة لما تتحرك بتتغير بالنسبة لإيه؟ للزمن. طيب لو أنا إيه معدل منحنى فيها سين وصاد، يبقى أنا هشتق السين وهشتق الصاد. طب إزاي؟ طب لو اشتقت سين، سين تربيع
يبقى هقول له اتنين س اس 2، 2 س في د س على د ن، لان س داله في الزمن والص داله في الزمن. تعال نشوف كده، لو ص يبقى د ص على د ن، طب لو 5 ص يبقى 5 د ص على د ن، لو ص تركعيب يبقى 3 ص تربيع في د ص على د ن، وهكذا. اتفقنا؟ تعال نشوف في معدل التغير اداني سؤال، ونشوف احنا السؤال هنعمل فيه ايه. بيقول لي ايه فيه السؤال؟ بيقول لي تتحرك نقطة على المنحنى س تربيع زائد ص تربيع ناقص 5 س ناقص 3 ص ناقص 6 بيساوي صفر، وكان معدل تغير إحداثيها السيني، الله، بالنسبة للزمن. يبقى معدل تغير الإحداثي السيني بالنسبة للزمن عند النقطة دي، عند النقطة دي بيساوي كام؟ 3. عند النقطة إيه؟ عند س بواحد وصاد بكام؟ باتنين. اللهم صل على النبي. تعال ده بسيطة، اوجد معدل تغير إحداثيها الصادي بالنسبة للزمن. طيب نيجي بقى للمسألة، للمنحنى اللي هو مديهولي اللي النقطة بتتحرك لي عليه. تعال تشوف كده، اشتق ده، اتنين س في د س على د ن، خلاص، 2 س في د س على د ن. طيب نيجي نشتق دي، زائد 2 ص في د ص على د ن، الله، ناقص 5 هشتق س د س على د ن، هشتق ص، زائد 3 د ص على د ن، مشتق دي صفر، يبقى كل ده بيساوي صفر. تعالى هنا د س على د ن، وهنا د س على د ن، ايه رأيكم ناخدها ما نتعبش نفسنا، مشترك د س على د ن، يبقى هنا الكوس 2 س ناقص كام؟ 5. اللهم صل على النبي. تعالى بقى كده تشوف، نشوف ايه تاني. هنا د ص برضو نفس العملية، زائد اخد د ص على د ن، يبقى هنا 2 ص زائد كام؟ 3. كل دول بيساوي كام؟ صفر. انا كده بعمل ترويقة للمسألة، يعني هبدأ اروق فيها، امعوض بقى بالكلام ده. د س على د ن بكام؟ ب3 اهي. السين بكام؟ بواحد، يبقى 2 في 1 ب2 ناقص 5، زائد الصاد، الصاد بكام؟ الصاد ب2، 2 في 2 ب4 زائد 3 في د ص على د ن. تعال نشوف كده، يبقى سالب 9 زائد 7 د ص على د ن بيساوي صفر، بيساوي صفر. تعال نشوف الكلام ده، يبقى على طول اهو، د ص على د ن بيساوي، اودي دي الطرف الاخر، يبقى موجب 9 على المعامل اللي هو 7. شوفوا يا حضرات واعزائي وابناء الطلبه والطالبات، لما بيجي يقول لك تتحرك نقطه على طول تشتق بالنسبه للزمن. خدنا كده كل التطبيقات اللي موجوده عندك، قواعد الاشتقاق خدناها، خدنا التطبيقات اللي موجوده، معادله المماس، معادله العمود، وخدنا تتحرك نقطه على منحنى اللي هي معدلات التغير بالنسبه للزمن. وبكده احنا خدنا كل اللي مطلوب منك بالنسبه للتطبيقات، سواء فيزيقيه او تطبيقات هندسيه. وخدنا ميل المماس، طبعا معادله المماس ص ناقص ص واحد بيساوي م في س ناقص س واحد، او اكتبها ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل، زي ما احنا طبقنا في المسائل. وخدنا ازاي معدل التغير اللي انت بتتابعه وتبدا تشتغل على اساسه. وطبعا الوقت معاكم وقت بصراحه بيبقى قصير قوي 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 قوي،
وأتمنى إن يكون أدينا اللي علينا إذا وصلنا لإنك تفكر وإنك تفهم الرياضيات، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.